زائد دخل يعني مدرسة تشرشال تشكلت أول أيام الاستقلال، وقائدها ورئيسها كان صالح بن يحيى، صالح اليحياوي، عفوا صالح العقيد، صالح اليحياوي وهو كان أول رئيس لها، وآخر رئيس حتى أيام بمدين. وقبلت مجموعة كبيرة من كدورات، أنا ما زلت أحتفظ حتى الآن، عندي موجودة ضمن الأرشيف بتاعي أسماء كافة العناصر بكل تفصيلاتها، الدورات اللي تمت بال65 وال66 وال67، لأنه لما انطلقت الثورة في 1/1/65 حسب ما أذكره أنا، إنه أول دعم علني رسمي كان من الجزائر. طبعا طلعت أخبار عن العمليات الأولى في الصحف اللبنانية غير الرسمية، ولكن افتتاحية المجاهد في الأسبوع الأول من شهر يناير كانت منصبة على الثورة الفلسطينية. وأذكر جيدا أن كان عنوان الموضوع ثوار أول نوفمبر يحيونا، ثوار الفاتح من نوفمبر يحيونا ثوار الفاتح من يناير. وكاتب هذه الافتتاحية، كان افتتاحية أساسية، كان المدور مروش، وهي صحيفة رسمية جزائرية. واستمرت شيئا، كان تخوف انه يعني، لانه لما تكلمت في الفاضي انه اول ما رحت على الجزائر كان في مجموعه من الاصدقاء اللي استنكروا فكره قيام ثوره فلسطينيه، فلما بدات الثوره الفلسطينيه كلهم غيروا رايهم، بس كان تخوفهم احنا معاكم بس الاستمراريه، والحمد لله معنا واستمروا معنا. العمل الفلسطيني في الجزائر زي ما حكيت انه ابو جهاد اهتم بالعمل الفلسطيني مش فقط السياسي، بالعكس بالفلسطينيين. كان عدد الفلسطينيين اللي لما راح ابو جهاد 14 واحد بس، لما ترك أبو جهاد كانوا بالآلاف كمدرسين وكطلاب. انطلقت الثورة في 1/1/65 شهر آذار 65، أبو جهاد ترك الجزائر وذهب إلى دمشق المقر، وبقيت أنا في المسؤولية الأولى عن مكتب فلسطين وعن فتح فيما صار في من أيام، حتى من قبل أن تنطلق فتح بال65 كان في ازدواجية، أنه تشكلت منظمة التحرير، وأراد الشقيري أن يكون تمثيل فلسطين في الجزائر لمنظمة التحرير، والآن والكلام موجود تمثيل الجزائر لفتح، ولكن حلا لهذا الإشكال سلمنا مفاتيح مكتب فلسطين لممثل الشقيري الدكتور رفعت عودي، وأصبح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وأخذنا مقرا لفتح بعيدا عن هذا المقر، إلى أن
استلمت فتح منظمة التحرير الفلسطينية فانتهت هذه الازدواجية 69. قبلها كان في ازدواجية وقد عانينا منها، ولكن تجاوزنا كل هذه